حسنا، لقد انتهيت. ها أريك يا ستيسي، هل هذا الفستان رائع علي؟ أجل أنه رائع عليك جدا. شكرا يا ستيسي. أوه يا إلهي، يجب أن أذهب الآن، أما سينجو جاي ينتظروني كي نذهب سويا. حسنا، إلى اللقاء. إلى اللقاء، استمتع سكيبر. سكيبر سوف تذهب إلى الحفلة أيضا. أوكي، انظر يا باربي لهذه الملابس الخاصة بالأطفال، لقد وجدتها في هذا الموقع، أليست جميلة؟ أجل أنها رائعة يا كان، ولكن ما زال الوقت مبكرا على شراء هذه الملابس، فنحن لا نعلم أنه سيكون ولد أم بنتا. أجل معك حق، يبدو أنني متحمس قليلا. كان، مساء الخير ماما باربي، بابا باربي، كين. أوه ماري، ما هذه الملابس الجميلة؟ هل ستحتفلين أم ماذا؟ ماما باربي، لقد انتهيت من أعمال المنزل وأريد أن تسمحي لي بالخروج قليلا، فأنا أشعر بالملل. ماذا؟ والآن ستذهبين؟ بصراحة أريد الذهاب إلى مقهى، أنه مقهى جديد، فأنا متحمسة لرؤيته. ما رأيك يا كان؟ دعي تذهب يا باربي، لا مشكلة. حسنا، اسمعي يا ماري، يمكنك الذهاب ولكن لا تأخري، عودي بسرعة كي تنامي مبكرا. أوكي ماما باربي، فإن غدا لدينا الكثير من العمل، أريدك أن تساعديني. حسنا، سوف نرتب المخزن. أوكي Thank you ماما باربي، بابا كان. ماري يا كان تهربي. لا بابا كين، أنا لن أهرب، لا تخاف. جيد، هيا استمتعي. باي. دم ثقيل. أنا مضحكة، ماذا قالت؟ ها؟ مرحبا سينج، مرحبا جيهي. أوه أسفة، لقد تأخرت عليكم. لا بأس يا سكيبر. واو سكيبر، تبدين مذهلة يا عزيزتي. شكرا سيول. هيا فلنذهب، يجب أن نذهب بسرعة، لابد أن أصدقائك ينتظرون. هيا، أجل معك حق، هيا. جيهي، هل تركبين معي؟ سوف نشغل الموسيقى وأسرع بالسيارة. لا، دعي سيونغ يركب معك، أنا سوف أقود سيارتي. هاي سيارتي، لا اذهبي مع سكيبر. لا سيونغ، أنا أقول سوف تسرع. اذهبي، هيا، لا تكوني جبانة. حسنا، لا تخافي يا جاهي، أنا أمزح فقط، سوف نشغل الموسيقى ونستمتع ونلحق سيونغ. حسنا، لا تسرعي. لا أعدك. حسنا، هيا اتبعوني. حسنا، ماذا هناك يا سكيبر؟ انها لا تريد ان تتحرك. ها؟ ماذا فعلتي؟ اوبس. انتظريني يا سكيبر، سوف ألحق بك. تاكسي، تعال. ها قد وصلنا. هو المقهى جميل. هم أصدقائي، مرحبا يا رفاق. مرحبا سيونغ. مرحبا، كيف حالك يا سيونغ؟ هيا تفضلوا، أهلا وسهلا، هيا فلنذهب. هيا تفضلوا بالجيوس. تهانينا لكم جميعا. تهانينا. شكرا لكم. سيونغ انظر. ها؟ نحن لم نطلب بعد. مفاجأة، أنا لقد طلبتها مسبقا لكي أفاجئكم بها. هذا لطيف جدا. واو، عجبتني المفاجأة. الكعكة تبدو لذيذة.
وجميلة أيضا. واو، ولقد طلبت العصير أيضا لكي نحتفل. هيا هيا ضع على الطاولة لو سمحت. حسنا، تفضلوا. شكرا لك. عفوا. هيا فليبدأ الاحتفال. ياي كم أنا متحمس للمشاركة بالبرنامج. وأنا أيضا. وأنا أيضا. أما أنا فأشعر بالتوتر قليلا. لا عليك يا جونكوك، أنا واثق بأننا سوف ننجح كفريق واحد، لا تقلق. فأنا أيضا متوتر قليلا ولكن متحمس. حسنا، سوف أبذل القصارى جهدي. أعرف يا سيون، أنا سعيد لسماع ذلك. وماذا عنكم أنتم الاثنان؟ هل أنتم خائفون متحمسون؟ لم تقولوا شيئا. نحن لا نهتم. نجل. حسنا، هيا فلنحتفل. ياي، هيا هيا فلنقطع قلب الحلوى. هيا أنا سوف أقطع. لا 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 سونغ، أنت الرئيس. لا لا أنت قطع. أنا سوف أقطع. هيا دعوا جيهو. مرحبا سكيبة. ها؟ ما هذا الصوت؟ سكيبة، من هذا؟ ميري؟ ميري؟ هاي، ما الذي جابك إلى هنا؟ هل كنت تلاحقيني يا المتطفلة؟ لا، لم أكن ألاحقك يا سكيبر. باربي سمحت لي بالخروج لأني أنهيت جميع الأعمال المنزلية، وهذه هي مكافأتي. وعلى فكرة هذا المقهى ليس ملكك. كيف تريني من هنا؟ إكسكيزمي، سوف أذهب وأشتري لي مسكيفي واسترخي. ما هذا؟ هل هناك عيد ميلاد؟ هل أنت عيد ميلاد أنت؟ كم عمري أنت؟ 50؟ ها؟ 50؟ هلو، مرحبا. أريد نسكفي. ها؟ نسكفي. نسكافيه؟ يس. أي شيء آخر؟ أريدك أن تقولي لهؤلاء ألا يتدخلون بي ولا يزعجوني، أنا أتيت لكي أسترخي. لماذا؟ هل ضايقك بشيء؟ ليس بعد، أريد حرات شخصي. هل لديكم؟ لا، ليس لدينا حراس، ولكن لا تقلقي، إذا حدث شيء سوف نتصرف ونساعدك. شكرا. أنا أشعر بالراحة الآن. هذا جيد. هل تريدين شيئا آخر؟ مع القهوة الخاصة بك؟ أنا ماذا قلت؟ فقط نسكافيه. أريد أصلاً أريد حلوة. أريد حلوة؟ أي واحدة؟ لدينا آيس كريم، لدينا هنا كعك، وهنا لدينا بعض من الحلويات مثل البسكوت وأشياء مختلفة. هذا البتشر. أبو هذه الكعكة فقط، ما هذا مع نكهة؟ أنا عندي حساسية من الليمون. لا ليست ليمون، أنا فقط شوكولاتة. جيد، حسنا نسكافيه وهذه. جيد، عشان آخر؟ لا. حسنا، كم حساب؟ حسابك سوف يكون 20 دولار. ها؟ ما هذا؟ لأن القهوة 10 دولار والكعكة 10 دولار. 20. Too expensive. أنا لدي فقط 5. لديك بطاقة خصم؟ لا، ما هذا؟ أذن لا تريدينه؟ طبعا أكيد. يا سنان، لدينا شيء رخيص. أتريد هذا الإيس كريم الأبيض؟ هذا الصغير. هذا البتشة. إذا ما تريدين.
أريد ماء. كم؟ دولار. دولار؟ هذا غالي جدا. عزنا أريد. أوكي. شكرا. عفوا عزتي. ما تنظر. لماذا كل شيء غالي في مدوبه؟ مسكينة لقد اشترت ماء فقط. ألا تملك المال؟ لا أظن ذلك. يا إلهي، وهذا المقهى غالي. أجل، أريد أن أعطيها قطعة من الكعكة. حسنا، فكرة جيدة. سوف أذهب الآن إليها وأقول لها. لو سمحتي، excuse me. لماذا تنظرين إلي هكذا؟ ما تريدين مني؟ النجدة، تكبر النجدة. لا تخافي، لا تخافي. لماذا أنت هكذا تخافين منا؟ نحن لن نؤذيك، فقط أتينا لكي نقول لك. قولي لماذا؟ هاي بردي؟ اليوم ليس عيد ميلادي. لا نريد أن نعطيك قطعة من الكعكة. أنت تعتقد أنني فقيرة؟ لا، أنت فقيرة. أنا راتبي، أنا أشتغل باربي، تعرف باربي؟ أجل. إذن أنا راتبي أيها الفتى 500 دولار. دولار، هذا جيد. ولكن لا أريد أن أشتري من هذا المقهى، أنا غالي جدا. أريد أن أجمع فلوس لكي أشتري لي سيارة. هذا رائع، هذا جيد، ولكن أتريدين كعكة؟ لا، اذهب، اغضب عن وجهي، اذهب. أنت تعرفين سكيبر؟ أجل، أنا أعمل في منزل أختي يا باربي. والآن هيا اذهب، لن نقول لك شيئا أيها الفتى. اذهب أنت وعصابتك هذه. سكيبر، لم تخبرني أن لديكم خادمة. أنا كنت مصدومة. أجل، لأنها تلاحقني، كل هذا لأني مخطوبة. أنا فقط أنا أنتبه عليك يا سكيبر، أخاف عليك، أنت مثل باتشيما. أنا لو سمحت يا ميري، نريد أن نحتفل، اتركينا وشأننا. وأخيرا رأيت خادمتكم. أنجل، هذه يا ميري، أنها كانت تعمل لنا في منزلنا القديم عندما كنت صغيرة، ولكن الآن أتت هكذا صدفة، ولكن أنا ليست مثل قبل. الآن هي تتدخل في شؤوني وشؤون الجميع، خاصة أنا. أجل، لقد أخبرني سيونغ عنها، كانت فضة معه. قالت أنه سوف يتركك عندما يصبح مشهورا، وأنه كاذب لا يحبك وهكذا. ما هذا الكلام؟ كلام فارغ. أنا يحبك كثيرا يا سكيبر، لا تخافي. هل تعتقدي أن خادمتكم هذه لحقت بك إلى هنا أم صدفة؟ لا، أنا واثقة بأنها لحقت بي، فأنا أعرفها جيدا، أنها ماكرة وتريد أن تتدخل في حياتي وتفسد حفلتنا. دعيك منها، دعينا نحتفل الآن. هيا مثلا، هيا أنا تنظر إلينا. ما أعلم. هو ما رأيكم نشغل بعض من الموسيقى؟ أجل أين هو الجرسون؟ لو سمحت، هل ممكن أن تشغل الموسيقى؟ حسنا، بالطبع. أي موسيقى؟ موسيقى بوب. حسنا، شكرا لك. هيا فلنرقص. Strangers on the run, looking for something, chasing the sun. All those days trying to find a place. Oh my god,
ميوزيك اي لاف ديم. هي 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 هو هو هي هي سكيبر سكيبر. هي ما تفعلين يا ماري، ابتعدي دايما هنا. هي 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 ماري، انت انت ابتعد، انت اللي ابتعد، انت اللي قسمة سكيبر. ابتعد يا ماري، انت ناقصهم هناك. لا هودي نقص معك يا انتي سكيبر. ماذا بك يا صار خدام المجنونة؟ أنا مجنون؟ أنا مجنون؟ أنا وذيك سيوم مجنون مجنون أنا مجنون نعم. تعالي أتوى المجنونة. يا إلهي ماذا حدث؟ سيونغ يا إلهي أخي مجنون أنا ها؟ يا إلهي سيونغ أنت بخير؟ أجل إلهي لقد وقعت أمام الناس. أنا فقط أوقعتني هذا، أنا آسف يا سيدتي آسف. جدتي أماندا؟ هل هذه أنت؟ لابد أنك مخطئ أيها الشاب. من هذا؟ بلى أنا متأكد أنك هي أماندا جدتي. رأسي يا إلهي سيونغ سيونغ يا إلهي سيونغ سيونغ يا إلهي اتصل بالإسعاف أخي. حاضر حاضر سيونغ سيونغ ماذا بك؟ استيقظ يا إلهي سيونغ سيونغ يا إلهي أخي يا إلهي لقد كلمت الإسعاف سوف يأتون بعد 5 دقائق. يا إلهي سيونغ يا إلهي أنا السبب أنا السبب. بسيطة بسيطة ليش كل خوف؟ أنت أنت أنا أجل أنت اجلبي بصلة بصلة؟ نعم بصلة هيا اجلبي بصلة نعرف ورطة الآن ألتنا هذا مغمى علي باتشا؟ حاضر حاضر سوف أرى. لا أدري إذا البصلة أم لا ابحث عن أي شيء. سكيبر أنت أنت بخير سكيبر ابتعدي قومي قومي. سيونغ أنا خائفة جدا علي، أنا لست أول مرة تحدث هذا. ابتعدي هذا أنت فيتامين ناقص. قوم أنت قوم قوم قومي يو وين بسلة؟ ها هي لقد وجدت هذه فقط. شكرا شكرا. هاي ما تفعلين؟ أنت صبر صبر هم بجد هذا شبك ربيك الآن. هيا هذا بصلة عجيب. هيا هيا استكيد يا فتاة ما هذا. هيا اشتم اشتم هيا هيا سوف بعيثة أنفة. هيا اسكت أنت ها يتنفس بيجد بيجد الآن. هيا 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 اها ويلكم باك سيونغ. انتي انتي سيونغ سيونغ تعدي تعدي لا شكرا ولا شيء مهزة وقاحة. انت بخير دعني اساعدك على النهوض. شكرا. ماذا حدث ماذا شغلك؟ انا لا اتذكر اتذكر شيئا. لقد أغمي عليك فجأة هنا. أجل أن ماري أوقعتك على طاولة هذه المرأة تكلمت معها وثم أغمى عليك. من هذا؟ هل تعرفها؟ ما امرأة؟ ها؟ أنت قلت أنها جدتك أماندا. أجل ألا تذكر؟ لا
لا تذكر أي امرأة. كانت هنا امرأة شقراء هي، وقلت أنها جدتك أميندا، وثم أغمي عليك. أنا لا أتذكر أني رأيتها. هل رأيتها حقا؟ لا أدري، أنت تقول أنها جدتك، ولكن هذه ليست أول مرة يحدث هذا. يجب أن تذهب إلى المستشفى يا سيونغ وتجري بعض الفحوصات. أجل، أنا سكيبر على حق. لا 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 داعي، لا داعي، لقد كلمنا للساعة وسفيتنا الآن. بلى، يجب أن تذهب للمستشفى، لأن هذه لم يحصل أول مرة، وإنما حصل من قبل في الجامعة عندما كنا بالكافيتيريا. فجأة أصبت بالدوران وأغمى عليك. يجب أن تجري بعض الفحوصات يا سيونغ. أجل، كلام يونغ صحيح. هيا يا سيونغ فلنذهب، لقد وصل لهم في الخارج. حسنا، كيف حالك يا دكتور؟ هل ظهرت نتيجة التحاليل؟ أجل، والنتيجة أنه لا يشكو من أي مرض، ولكن تنقصه بعض من الفيتامينات. سوف أوصفه له كي يتناولها يوميا. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله تلامى يا سيون. رأيت يا سكيبر، أنا لست مريضا، لا أنت ساعدتني الآن. نجل يا سيون، و اسمعني جيدا يا سكيبر، أنا لا أتركك أبدا، سوف أظل بجانبك إلى الأبد، حتى لو أن أصبحت مشهورا لا أتخلى عنك، فأنت حياتي، أفهمتي؟ كم هذا لطيفا. هورا ما أنتيك، لكن عاشك مجنون. أجل ميري، أريد أن أشكرك لإنقاذ سيونغ. لا شكر على واجب، أنا لازم أتصرف، هذا أختي بسكيبر حبيبتي. أجل، أنا أشكرك جدا يا ميري لإنقاذ حياتي. إنها خجولة، لما توقع أنها هكذا خجولة. ميري.